ودلوقتي هنروح لخبر متعلق بالجامعات عن تكريم طالبة ماجستير في جامعة عين شمس بعد نجاحها في الحصول على المركز الثالث في مسابقة دولية وهي دايدا، وهي مؤسسة عالمية لأفضل رسائل ماجستير لعام 2023. رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين استقبل الفائزين، وكان من بينهم طالبة الماجستير ميرنا ماهر لبيب الحاصلة على الجائزة الثالثة عن أطروحتها الاستثنائية بعنوان تأثير الخصائص التصميمية للشوارع على التنقل المستقل للأطفال ودراسة الحالة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن المسابقة الدولية ومعاييرها ومعلومات أكتر عن الدارسة الفائزة. ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة ميرنا ماهر لبيب الطالبة الفائزة في المسابقة العالمية. صباح الخير عليكي وألف مبروك أولاً. صباح الخير، ميرسي جدا. اهلا بيكي. الدراسه بعنوان تاثير الخصائص التصميميه للشوارع على التنقل المستقل للاطفال، احنا متحمسين ان احنا نعرف منك تفاصيل اكتر عن الدراسه دي، اتفضلي. مظبوط. هو المفروض انه يعني في المدن الجديده انه دايما بنبني على اساس انه بنأتراكت الناس من السنتر بتاع الدولة علشان نقدم لهم مميزات مختلفة. فالأطفال طبعا من النسبة اللي في الدولة المهمة قوي ان احنا نهتم بيها، فانا كنت حابة ان احنا اركز في رسالة على الموضوع ده، وطبعا دكاترتي شجعوني على الحتة دي بحيث ان انا اشوف ايه الخصائص التصميمية اللي في الشارع اللي ممكن تكون بتأثر على ان الطفل يقدر ان هو يتنقل في مساحة معينة مسموح له من اهله بطريقه حره وطريقه سيف ان هو يعني يتحرك براحته. طيب ميرنا، عايزك تكلمينا بقى اكتر عن التسهيلات اللي اتقدمت لك، مين ساعدك عشان تحققي الجائزه دي وتحقق لنا الانجاز الكبير ده؟ طبعا الف مبروك ليكي يعني. ميرسي جدا، شكرا. طبعا جامعه عين شمس الفضل الاول ان هم رشحوا رسالتي واثنين كمان من دفعتي للمسابقه الدائره العالميه. وطبعا بريفيو من دكتوري استاذ دكتور محمد صالحين بالابلكيشن اللي بيتقدم للمسابقه، وبعدين بنزاهه عادي جدا يعني زي اي متسابقه بيبتدي بقى الجوريرز بتوع المسابقه ان هم يقيموا الرسائل كلها من دول العالم. ومن شهر فات كان اول برزنتيشن وكنت فاينلست واحده من تسعه. أيوة. ولسه يوم الجمعة كانت الجائزة النهائية. ألف مبروك يا ميرنا وشرفتينا، وحقيقي إنجاز مختلف وفكرة مختلفة جدا ومميزة. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا ميرنا ماهر اللبيب الطالبة الفائزة في المسابقة العالمية.